وللحديث عن المؤتمر العلمي الرابع الذي يقيمه القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس معهد التفكر الإسلامي محمد كورماز. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا بكم، أهلا بكم، حياكم الله. أستاذ محمد، لماذا يجب التوجه في هذا الوقت بالتحديد إلى التجديد بالدراسات والعلوم الإسلامية، وما هي أوجه القصور الحالية القائمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أحيي مشاهدين الأعزاء، وفي البداية أيضا في الحقيقة أشكر لهيئة علماء المسلمين في العراق، وهم في سنوات الأخيرة على الرغم كوارث كبرى هم ما أهملوا جهود علمية وفكرية، وأشكر لمنظمين هذا المؤتمر. أخي الكريم عبد الرحمن، في الحقيقة في عالمنا الإسلامي علينا نعيد النظر إلى نظام التعليم، لا سيما نظام الدراسات الإسلامية في آلاف كليات الشريعة وكليات دراسات الإسلامية وجامعات الإسلامية. أعدادنا، أعداد الباحثين والعلماء تزداد يوما بيوم، ولكن مشاكلنا أيضا مشاكلنا كبرى، ولا نستطيع أن نحل هذه المشاكل. لأجل هذا في كلمتي اليوم أنا ركزت على ما الذي يمكن للدراسات الإسلامية أن تقوله اليوم. يعني وفي بداية كلمتي أنا في الحقيقة أشبهت حالنا، حال الدارسين بالعلوم الإسلامية، بحال أصحاب الكهف المذكور في القرآن الكريم. بعدما أفاقوا من نومهم هم وجدوا أن النقود التي معهم لم تعد نافعة في سوقهم ذلك اليوم. في الحقيقة هم يحملون نقودا ذات قيمة، لكنهم لا يستطيعون أن يشتروا بها أو أن يتسوقوا يعني. وكذلك الآن نحن نزداد بعلومنا، علومنا الإسلامية الحديث والفقه والكلام، فهي أيضا ذات قيمة كبيرة بلا شك، لكن عند النزول إلى العالم، إلى الواقع، إلى مشاكلنا الكبرى، لا نجد راغبا بها. ربما هناك سببين. السبب الأولى ليعود إلى نقودنا، يعني نقودنا قد خرجت عن نطاق التداول. ولعل السبب الثاني في الحقيقة يعني لا سيما مفهوم اليوم، يعني عصر الحالي، يمكن هذا العصر أيضا لا يفهم قيمة نقودنا عندنا، يعني قيمة العلوم الإسلامية. وهذا السؤال يعني ما الذي يمكن للعلوم الإسلامية أن تقوله اليوم؟ في الحقيقة هذه ليس سؤال واحد، يعني يحمل أسئلة أخرى. ما الذي يمكن للإسلام أن يقوله اليوم، وما الذي يمكن لعلماء المسلمين، وما الذي يمكن يعني للمفكرين؟ وهذه الأسئلة تشير إلى أزمة ثقافية، إلى أزمة فكرية وحضارية يعاني منها العالم الإسلامي. نعم. نعم دكتور محمد، يعني هناك سؤال لربما يعني يطرح وهو مهم فعلا، كيف يمكن التطوير في هذه الدراسات الإسلامية فعلا؟ ما هي المقومات التي يمكن على أساسها إنجاح عملية التطوير هذا؟ بداية المشكلة الكبرى انقسام العلوم في نظامنا التعليمي إلى علوم إسلامية وغير إسلامية، إلى وهذه أنا قلت اليوم هذه علمانية الأولى في حضارة الإسلامية. يعني كيف قسمنا العلوم، علوم الكونية، علوم الإنسانية، وعلوم اجتماعية، وعلوم الإسلامية؟ يعني كيف نفرق بين البحث عن آيات الكونية، سنن الله في الكون وسنن الله في المجتمع،
وبين آيات الله في كتاب الله العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية نحن نحتاج إلى إعادة نظرة متكاملة، إلى نظرة كاملة للعلم للعلوم، لا نقسم، التفريق بين التكوين والتنزيل هذا لا يمكن. إذا نظرنا إلى كتاب الله عز وجل، إذا فكرنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن بداية نحن نحتاج إلى نظرة كاملة متكاملة. والثاني علينا أن نركز على نتائج هذه العلوم، لا سيما علاقة هذه العلوم بالأخلاق الإسلامية. وأنا شخصيا أرى مسألة الأخلاق في عالم الإسلامي ليس مسألة الكمال، مسألة البقاء. مسألة الأخلاق مسألة البقاء، يعني غاية القصوى من كل هذه العلوم أن نصل إلى أخلاق الحميدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وعلينا الفصل بين هذه العلوم والعمل الصالح، وهذه أيضا مشكلة كبيرة. نعم دكتور محمد، يعني بالنسبة لهذه أو هذا التطوير، هل يقتصر على موضوع المعاملات بعيدا عن العبادات، بما أن العبادات شيئا ثابتا في الإسلام؟ في الحقيقة في هذا المجال نحن نحتاج إلى تطوير اجتهادات، إلى تطوير هذه العلوم، وأيضا نحن نحتاج التركيز على المناهج، على إعادة النظر على مناهجنا، يعني كيف لا سيما إذا نظرنا إلى علوم الإسلامية. علوم الإسلامية بنيت على ثلاث نقاط أخ عبد الرحمن. الأولى علاقتها بالنص النصوص المؤسس، يعني الوحيين الكتاب والسنة. وفي هذا المجال من الشافعي إلى الشاطبي نحن نرى تطورات دائما، يعني ما جمدنا هذه العلاقة يعني. ولكن نحن يعني كما في تشبيه أصحاب الكهف منذ 300 سنة، أحيانا نحن جمدنا هذه الجوانب. والثانية، النقطة الثانية علاقتها بالرأي والعقل. إمام الغزالي يقول علوم العقلية كالأغذية وعلوم النقلية كالأدوية. أحيانا نحن نقدم أولادنا الغذاء كالعلاج والعلاج كالغذاء. والنقطة الثالثة لا سيما الأجوبة التي تقدمها هذه العلوم الإسلامية لإشكالات هذا الزمن، لإشكالات العصر الذي توجد فيه هذه العلوم. ونحن كعلماء نحن تأخرنا في هذا، ونحن يعني تحولنا دراسات إسلامية نفسها تأسيس هذه المؤسسات كغاية. كل هذه في الحقيقة وسائل نصل بها إلى غايات الكبرى، ألا وهو عمران الأرض ووحدة الأمة وتطورات كبرى وحل المشاكل أيضا يعني. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس معهد التفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد كورماز، شكرا جزيلا لك.